السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أخبركم اليوم عن قصة حدثت لي تقريباً من 10 سنوات. كنت أدرس في بريطانيا، ووقتها كنت راجع الدوحة في أحد الإجازات فترة الدراسة. دعاني أحد الأخوة أن نشرب كرك. الكرك مشروب تقليدي نشربه في دولة قطر، أصوله ترجع إلى شبه القارة الهندية، ومتعودين أن نشربه لأنه يحمل الجميع من الذكريات اللي كنا نشربه سواء في البيت في فترة الدراسة أو في السهرات العديدة اللي كنا نأخذها وإحنا نعد للامتحانات. إلى الآن القصة عادية، والمشروب اللي بنشربه مشروب عادي جداً تقدمه مؤسسة عادية. كل الكافتيريات اللي تبيع الكرك تبيعه بريال، موجود تقريباً في جميع الأحياء في قطر، ولا فيه أي شيء يميزه عن الكرك الآخر، سواء يمكن أنك أنت تطلب منه أن الكرك يكون بسكر زيادة. ولكن في ذاك اليوم انصدمت أنه كان في محل يبيع كرك وتجرأ أنه يبيع الكرك بأكثر من ريال. خلاني أفكر شو اللي خلى هذا المحل يتجرأ ويبيع علينا الكرك بأكثر من ريال. تخرجت ورجعت إلى الدوحة واشتغلت في مجال ريادة الأعمال، وبدأوا يجوني رياديي الأعمال من كل الفئات وكل المشاريع ويسألوني سؤال واحد: إيش اللي يمشي في قطر؟ وكأنهم يبحثون عن جواب جوهري ولا جواب سحري يقول لهم إن فيه مشروع واحد هو فقط اللي راح ينجح. خلاني هذا الموضوع أبحث إيش هي عوامل النجاح الرئيسية. بحثت في كثير من المصادر وحصلت 5 عوامل وأسباب رئيسية للنجاح. تبدأ بالفكرة، ومن بعدها فريق العمل والتنفيذ، التمويل، نموذج العمل، والتوقيت. وكل ما كنت أقول هذه 5 عوامل لأي شاب قطري تلصق في باله الأولى فقط، ألا وهي الفكرة. وخلاني هالموضوع أفكر، ليش يظنون الشباب أن الفكرة هي السبب الرئيسي من أسباب النجاح؟ وهذا الموضوع نفسه خلاني أفكر في الكافتيريا اللي رحت لها وتجرأت وباعت لي الكرك ب5 ريال. فكرت يومها أن هذه الكافتيريا ما كانت عندها الفكرة عادية أنها تبيع لي كرك. الفكرة كانت اعتيادية جداً، ولكن كان عندهم تنفيذ معين، كان عندهم نموذج عمل. ما كان يبيع لي كرك، كان يبيع لي مكان لطيف أجلس فيه مع أصدقائي، كان يبيع لي هوية بصرية معينة، نموذج معين يخليني أنا أروح هناك وأنا مرتاح أني أدفع 5 ريال على هذا الكرك. الآن الكل بيقول لي هذا يا صالح نموذج واحد، بقية أماكن الكرك متشابهة. ولكن بعد أقول في محل كرك ثاني بعد رسخ في بالي وكان عنده قدرة على التنفيذ، عنده نظام معين لأخذ الطلبات، عنده نظام للتوريد، عنده نظام للتغليف، بحيث إذا أنت داخل أي فرع من فروع 10 تحس أنك أنت في أي فرع ثاني، قدم لك نفس الخدمة ونفس المنتج في هذه 10 أفرع. يوم أروح هذا المحل دائماً أحس أن أنا في أحد المطاعم العالمية أو الفرانشايز العالمي. شو اللي خلى هذول المشروعين يتركون فيني أنا أثر؟ طريقة وفكرة عادية جداً جداً جداً. هذا كان تقريباً من 10 سنوات، واليوم جعل بالي نفس السؤال، خاصة في وجود فكرة عادية اليوم الكل مر عليها. هذه الفكرة فيها مجموعة محلات اليوم فاتحة في قطر. شو اللي يخلي إحدى هذه المحلات يرسخ في بالكم؟ كل واحد منكم الآن في باله أحد هذه المحلات. أتمنى أن تتفكرون في العوامل 5 اللي تكلمنا عنها، وإيش تمتلك من عوامل النجاح إنه يخليها تتميز وترسخ في بالكم. أنا كلمتكم عن 5 عوامل، ولكن ما قلت لكم الحاجة الأهم، إن من هذه العوامل هناك نسب للتأثير. هذه العوامل مش متساوية في تأثيرها على نجاح المشروع. تتوقعون إيش أهم عامل من هذه العوامل 5؟ وأتمنى ما أحد منكم يقول الفكرة، أنا أظن أنا إلى الآن واضح إن الفكرة ليست العامل الرئيسي. أهم عامل وجدوه هو التوقيت. بنسبة تفوق على 40%، الوقت المناسب مهم جداً لنجاح المشروع. وبعد التوقيت يأتي التنفيذ، أن تكون عندك القدرة، عندك فريق عمل يستطيع تنفيذ هذا المشروع
تستطيع الوصول لفريق معين تنفذ المشروع، حتى إذا كان عندك مهندسين مميزين أو مبرمجين مميزين، تستطيع أن تنفذ هذا المشروع بطريقة أفضل بتكلفة أقل. وبعدهم تأتي الفكرة، وحتى في الفكرة، هل فكرتك مميزة؟ صعب أن شخص يأتي بنفس الفكرة. هل فكرتك فيها براءة اختراع؟ هل فكرتك عندك فنان معين، اسم معين مرتبط بهذه الفكرة؟ وبعدها يأتي نموذج العمل. نموذج العمل كلام نظري، كلام كبير، ولكن نموذج العمل ببساطة يعني هل أنت تبي تبيع بأرباح عالية، ولا على كلام أهل السوق اللي نشوفهم صراحة ناجحين اللي يقولون القليل في الكثير فائدة، إيش هوامش الربح اللي أنت بتسويها؟ شلون أنت بتتعامل مع العملاء؟ هل أنت بيكون اشتراك شهري أو نموذج الدفع مرة واحدة؟ هذا نموذج العمل. وعادي أن أنت تفتح مشروعك وما تعرف إيش نموذج العمل، ويتغير مع مرور الوقت. وآخر حاجة هي التمويل، اللي الكثير اليوم يشوف أنها هي العاقب والعقبة الأولى لبدء المشروع. اليوم التمويل لا يشكل عاقب رئيسي لبدء مشروعك. تقدر أن أنت تبدأ بشكل مصغر، تقدر أن أنت تستلم تأخذ فلوسك بدفع مقدمة من العملاء، ومن ثم تطور المنتج. هناك حلول كثيرة للتخلص من عقبة التمويل. النقطة الرئيسية اللي أنا ما كلمتكم عنها هي التوقيت. الكل يجيني يقول لي يا صالح والله ذاك محظوظ إنه قدر يبدأ في الوقت المناسب، ولا أنا ما كنت الوقت ما كان مناسب يوم أنا بدأت مشروعي. أنا أدري إن الأرزاق بيد الله، ولكن اليوم في طرق علمية وأسس معينة إن أنت تقيس فيها هل التوقيت مناسب أو غير مناسب لبدء مشروعك. وأكلمكم عن نموذج أنا مريت فيه بنفسي. في سنة 2012 جاتني فكرة إن أنا أفتح شركة تسويق وأستخدم المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي. فتحت الشركة، كان عندي تمويل جيد، كان عندي فريق مميز من المسوقين، وكنت موقع مع مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي. نموذج العمل كان فيه هوامش ربح عالية، لأن في النهاية أنا المبلغ اللي راح أبيع فيه الدعاية أرخص جداً من الدعاية اللي في الجرائد. لكن التوقيت ما كان مناسب. الشخص اللي كان بيدفع لخدماتي ما كان شايف فائدة، ولا كان شايف أهمية المواقع التواصل الإلكتروني، وكان إلى الآن مؤمن بالإعلام القديم. كان إلى الآن يشوف أن الجرائد أهم وعائدها أفضل من التواصل الاجتماعي. ما حصل وسكرت الشركة. ولكن اللي يثبت لكم أن التوقيت مهم جداً، أن اليوم عندنا مجموعة شركات في دولة قطر ناجحة جداً 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 في مثل هذا المشروع، لأن اليوم التوقيت مناسب، لأنهم اليوم جلسوا مع العملاء، كلموا العملاء، افهموا من العملاء. الانتقاد الرئيسي اللي جيني كل ما أكلم أحد الأخوان عن هذه النظرية يقول لي يا صالح شلون تبغيني أكلم الناس وأقول لهم عن فكرتي؟ إذا أنا قلت لهم فكرتي بيبوقونها. وردي لهم شلون تبغي الناس تشتري مشروعك؟ شلون راح تقدر تسوق لمشروعك؟ شلون بتحصل على تمويل لمشروعك إذا ما كلمت الناس عن فكرتك وتحديت فكرتك هل هي مقبولة في الشارع ولا مش مقبولة في السوق المحلي؟ فالآن عزيزي، كل ما أحد يجيك ويقول لك فكرة المشروع الفلاني كانت عندي، أتمنى أنك تقول له الفكرة مش أهم حاجة، تسبقها التوقيت المناسب، ويسبقها فريق العمل اللي يستطيع تنفيذ المشروع، وبعدهم تأتي الفكرة. أخذ الكرك على سبيل المثال، وشكراً.